رحمة بالإنسان ورحمة بالمجتمع. وأيضا حكمة أخرى، بأنه عندما يعرف الناس بأنه سيقتل إذا قتل، سيشكل هذا رادعا لمنع القتل في المجتمعات، وستنتهي ظاهرة القتل بالكامل في المجتمعات ليطبق أحكام وتعاليم الله عز وجل. الآن نأتي إلى كيفية تطبيق القرآن. نلاحظ بأن الله عز وجل تعاليمه كلها رحمة، وكلها تعاليم تؤمن الحياة السعيدة، في قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني يا أولي التفكير، يا اللي تفكروا في الأمور، لكم في القصاص حياة. يعني في تطبيق القصاص ونظام العقوبات في الإسلام، الله عز وجل يؤمن لكم بهذه التعليمات الحياة، يعني الأمن، الاستقرار، العدل، الحياة السليمة. ونلاحظ في أيام محمد عليه الصلاة والسلام، والذي طبقوا هذا القصاص وهذه التعليمات في مجتمعاتهم، بأنه كان هناك أمان، كان لا يوجد هناك خوف لا من السرقة ولا من الزنا ولا من القتل. وهذا كان موجود في الدولة الإسلامية، وعندما تطبيق نظام القصاص ونظام العقوبات في الإسلام، نلاحظ رحمة الله عز وجل في أنه هذا نظام تطبيقي عملي يؤمن الاستقرار والعدل والأمان في المجتمع، ويشكل رادعا لمن أراد أن يقوم بالقتل أو السرقة أو الزنا. شيء آخر نلاحظ بأن الله عز وجل يركز في القرآن الكريم إن الله سريع الحساب. نلاحظ تركيز الله عز وجل في القرآن الكريم بأنه سريع الحساب، وهذه رحمة الله عز وجل. فنلاحظ في الكل اللي قرأناه وكل اللي تفكرناه في القرآن الكريم بأن لا يوجد هناك سجن في الإسلام. لاحظتوا الأمر هذا؟ يعني إخواني وأخواتي، لاحظتوا بأنه عندما الله عز وجل يبين تعاليمه ولكيفية العقوبات في الإسلام، لا يوجد سجن. هذا الشيء جميل جدا إذا تفكرنا فيه. لا يوجد سجن في الإسلام. لماذا؟ لأنه السجن يولد آثار نفسية صعبة جدا لدى السجين. عندما يسجن الإنسان يولد عنده حقد وغيظ وكراهية، ويخرج مجرم أقوى من ما دخل. وأيضا أثر السجن بأن القائمين على السجن يستهلك مواردهم، يستهلك صح يعني وقتهم، وكل هذا يكون في حراسة مجرم. فنلاحظ بأنه بالإسلام لا يوجد هناك سجن، وهذا من رحمة الله عز وجل وتركيز الله في القرآن الكريم إن الله سريع الحساب. السرعة في الحساب تأخذ القصاص وتكمل في حياتك، وهذا رحمة وتخفيف من الله عز وجل للناس. فنلاحظ جمال القرآن الكريم ورحمة الله عز وجل فيه إذا الإنسان تفكر في آيات القرآن الكريم وطبقها. ولمعرفة معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com، ويمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله.